السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم اليومي تراحي. مساك الله بالخير يا مرحبا يا خالد. مساك الله بالنور. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأيضا مستمعين عبر موجة 97 FM. في البداية سيؤدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير لبلاد المفدى الله يحفظه ويرعاه صلاة الاستسقاء غدا الخميس الساعة 6 صباحا الساعة 6:06 بإذن الله تعالى مع جموع المصلين من أبناء شعبه الوفي بمصلى الوجبة طلبا لنزول الغيث وذلك اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر. نعم، فنسأل الله جل جلاله أن يستجيب الدعاء ويغيث البلاد والعباد ويجعل فيما ينزله الخير والبركة، إنه هو السميع والمجيب لذلك. اللهم آمين. اللهم ونشير مشاهدينا إلى أن قناة الريان الفضائية ستكون لها تغطية مباشرة للصلاة بمشيئة الله تعالى ابتداء من الساعة 6 صباحا بإذن الله تعالى. وأيضا في محتوى حلقة الليلة أعزائي المشاهدين نواصل وياكم إن شاء الله تغطيتنا لمهرجان المحامل الخامس للمحامل التقليدية في الحي الثقافي كتارة. أيضا بيكون لنا إن شاء الله تعالى إضاءة على المشاريع الصحية الخاصة بالعمال واللي يشرف عليها المكتب الهندسي الخاص. أيضا بنتعرف مشاهدين الكرام من خلال حلقة الليلة على أبرز الأنشطة اللي تشهدها بلدنا الحبيبة قطر بإذن الله تعالى. يعني إذا اليوم الحلقة متنوعة يا حمد وعندنا أخبار يمكن تكون مهمة بإذن الله فيما يتعلق أيضا بالعمال وأيضا عندنا العمال وبنروح للكتارة حق المحامل وبنرجع لسوق واقف. صحيح. وبعد ترى أنت أمس وعدت السادة المشاهدين أن أنت إن شاء الله تروح حق المحامل التقليدية. أنا رحت أنت وأنا وياك إن شاء الله. أنت ما رحت؟ لا أنت قلت يوم السبت إن شاء الله. أنت مشغول ما تبغى تروح؟ لا إن شاء الله بروح. مشاهدينا الكرام خلونا نبدأ حلقة الليلة في أول المواضيع حيث مع تشريف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الله يحفظه في افتتاح مهرجان المحامل التقليدية في النسخة الخامسة واللي شهد وصول محمل فتح الخير 2 وكان هذا المحمل قادم من الهند. تفاصيل هذه الرحلة بنشوفها في هذا التقرير. في أجواء احتفالية متميزة تؤرخ لعقود مضت من تاريخ دولة قطر البحري وبحضور حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تم افتتاح مهرجان المحامل التقليدية في نسخته الخامسة بوصول محمل فتح الخير 2 وطاقمه بعدما جاب موانئ عمان والهند وعاد بحمد الله إلى الدوحة حيث استقبل استقبال الكبار. ويعتبر مهرجان كتارة الخامس للمحامل التقليدية امتداداً للنسخ الأربع الماضية التي سنت هذا التقليد الحميد احتفالاً بالتراث البحري القطري خصوصاً والخليجي عموماً من خلال المعروضات والحرف التقليدية، خاصة أن المهرجان يستقطب مشاركات عدة من دول خليجية ليعكس التراث والتاريخ الذي عاشه المجتمع القطري خلال مسيرة النهضة التي انبثقت من رحم قسوة البيئة واقتحام أهوال البحر برحلات الصيد والغوص. يبقى مهرجان المحامل التقليدية ومن خلال تعبيراته الثقافية والجمالية يبقى فرصة مهمة لبث روح التجدد في ثقافة البحر وفنونه المختلفة التي تعكس بحق مفاهيم التراث القطري المتنوعة. ومن أجل المزيد أعزائي المشاهدين من تسليط الضوء على هذا الحدث المهم ننتقل الآن وياكم إلى كتارة حيث يتواجد نديبنا محمد اللخن وبيعرفنا أكثر مع ضيوفه الكرام على فعاليات المهرجان. يعطيك العافية يا محمد والكلمة عندك. الله يعافيك يا خالد ومرحبا بك مسهلا أنت وحمد مسالم العيدة معك. مشاهدين الكرام مثل ما قالكم خالد متواجدين معكم بالحي الثقافي بكتارة لتغطية المهرجان مهرجان المحامل التقليدية الخامس والذي يحمل شعار أيام ما حنا بالأبحار.
نعتاش الحديث أكثر عن هذا المهرجان وجماليات هذا المهرجان في جو جدا جميل. معنا الآن ضيفنا سعيد بن عبد الرحمن الكواري، مسؤول العمليات في مرجان المحامل. يا مرحبا بك ومسهلا. الله يرحبك يا راح نستمتع معك اليوم مثل ما احنا مستمتعين بالجو. الله يسلمك يا مرحبا بك. الله يجزاك خير. ايضا مشاهدينا الكرام راح نرحب ضيفنا الثاني وهو احمد بن جاسم الكعبي، مجدمي وايضا موجه اليزوه. يا مرحبا ومسهلا. الله يسلمك ويعافيك. مرحبا بك. يعطيك العافيه ونتشرف فيكم. والله يعينكم علينا اليوم انكم ترفعون صوتكم. الله ان شاء الله. الجو اللي شايفين هواء وبحر ونبغى نرفع صوتكم ان شاء الله. الله يجزاكم خير. بدايه ابو عبد الرحمن، مهرجان مثل هذا ليش هو مهم؟ مهرجان استمر في سنته الأولى الثانية الثالثة والآن السنة الخامسة، ليش بوجهة نظرك محامل التقليدية جدا مهمة أنها تنشر بمهرجان مثل هذا؟ أول شيء السلام عليكم. بالنسبة حق المهرجان أهميته وبالنسبة للحجم الكبير هذه، هو تاريخ دولة قطر من ناحية الإرث البحري الموجود حاليا، لأن مثل ما أنت عارف كل دولة لها إرث، وهو الإرث الوحيد اللي يمثل التراث البحري في دولة قطر، وسنويا نحصل عليه إقبال من الجمهور كبير ومن دول مجلس التعاون، ونحصل طلب من المواطنين بتكبير الحجم اللي احنا نسويه على أساس أنه يبين للعالم وللدول تاريخ دولة قطر البحري وتراثها البحري بحجم أكبر من هالشيء. جميل. مسألة التوسعة اللي صارت في فكرة المهرجان نفسها في السنة هذه اختلفت عن سابقتها. صحيح. يعني في أشياء أضافت جديدة، كلمنا عنها وش هي وليش أضفتوه؟ الإضافات حبينا نغير عن كل سنة، مثل عندك أضفنا فيها رحلة فتح الخير اثنين من ضمن المهرجان، ثانيا الحرف اليدوية ورش العمل. أكثر الناس ما يعرفونها، مثلا يشوف لك الأشياء المصنعة ما يدري من إيش تصنعت وطريقة تصنيعها إيش، فوفرناها حاليا موجودة هني بحجم كبير، منها 27 ورشة عمل، وأضافنا إليه سوق الذهب وسوق اللولو. جميل. أبو عبد الرحمن دام أنك جبت طاري فتح الخير، إيه؟ خلنا نسأل أحمد بن جاسم الكعبي مساعد النوخذة مجدد. نعم طال عمرك. موجه اليزوة. نعم طال عمرك. قبل أن أسألك عن مسألة الرحلة نفسها، مجدمي وموجه اليزوة، كلمنا عن هذا المصطلح المهم جدا. المصطلح هذا الله يسلمك، المجدمي اللي هو يستقبل من النوخذة التوجيهات، فنوجه أخذها أنا المجدمي ونوجه صوب اليزوة اللي هم البحارة. اليزوة يطلق عليهم البحارة. نعم اليزوة هم البحارة، المجدمي هو مساعد النوخذة. فأنت كنت مساعد نوخذة رحلة فتح الخير اثنين. نعم. طيب رحلة فتح الخير اثنين انتقلت من قطر. نعم. دوحة، راحت لعمان. نعم. ومن عمان للهند وعادت بنفس الطريقة. نعم. ليش فيه نقطة وقوف على عمان؟ هل في السابق كانت موجودة؟ نعم هذه؟ نعم، هاي منطقة ولاية صور. ولاية صور هاي كان أهالينا الأوليين يوقفون فيها وبعدين ينتشرون يروحون الخليج من الكويت، واللي يروح البحرين واللي يروح العراق من هاي المنطقة، مثل ما تقول يعني مدخل الخليج العربي. أي نعم. نعم. أي نعم. جغرافيا تتوقع المنطقة هذه كانت لها أهمية بحرية كبيرة؟ أكيد في السابق. بالطبع أكيد أكيد لها أهمية، لأن هم ما يقدرون يروحون على طول الكويت، ولا في بعض الأوقات عندهم صعيبة الهواء والأحوال الجوية هاي تعرقلهم شوي، فعندهم أقرب شيء نقطة عندهم ولاية صور. ولاية صور هذه مثل ما تقول يعني محطة لهم رئيسية. نعم. أي. ويبدون بعدين ينتشرون. الله يعطيك العافية. بنرجع لتفاصيل الرحلة نفسها. تفضل. لكن خلنا نسأل أبو عبد الرحمن على موضوع فكرة المحامل التقليدية نفسها، الإرث البحري المهم هذا، كيف ممكن ننشره للجيل الجديد خصوصا في تسارع الوقت؟ الحين التكنولوجيا دخلت وصار الشخص يعني مندمج مع الآيباد ومع التليفون ومع الأشياء هذه كلها، كيف نقدر نجيب الجيل خصوصا الصغار لمثل هذه الأمور؟ السنة مثل ما ذكرت لك الجديد في هذا أن أغمنا مسابقات بحرية للجيل الصغار. حلو. منها مسابقة عرفناهم على الحضرة، مسابقات الخيط، مسابقات الغزل، صناعة المحامل. المحامل القديمة اللي هي كانت تنصنع من أبياب الحديد بعد استهلاكها، كان الجيل القديم كان يأخذها ويصنعها ويتسابقون في عسيفة، وفرنا لهم كل حاجة والحمد لله كبير يعني عدد كبير اشترك معنا، وشكلنا زيارات المدارس، وجهنا دعوات للمدارس وقمنا بدعوتها، ويشوفون الطلبة والطالبات الورش العملية اللي موجودة، ومجهزين لهم مراكب
على الطراز القديم مش حديثه بدون محركات بدون يعني تاخذ تسحبهم في جوله يعني فتره نفس ما كانوا يسوون الاول بشراع وكل حاجه موجوده هنا على شاطئ كتارة يوميا يعني صباح ومساء ما تختص بوقت معين طول اليوم مسموعه وسوينا ورش عمل ومسابقات لهم اسئله في التراث وكيف وجوائز عينيه مقدمه من متحف بالاحدان مال الضخيره سوى لهم كل المدارس اليوم كان العدد الكبير متجمع عنده صراحه على حسب سوى لهم مسابقات على اسئله في التراث البحري ومن جاوب يعطيه هديه يا سلام جميل زين لو اني داري كان جيتكم الصباح حاضرين كل يوم زين موضوع الحياه المتعبه المكلفه كانت من الاول مكلفه نفسيا بدنيا من كل النواحي هل مهم ان الجيل الحديث الان او اللي اخواننا الصغار او اطفالنا انهم يعيشون نفس التجربه هذه انهم يعيشون لان الشعار ايام ما كنا على بالبحر نعتاش ففعلا كان البحر يعني شيء كثير بحر كان يعني لهم شيء واحد مصدر رزقهم من الله سبحانه وتعالى ما يشوفون ذا الاول ثم البحر هم يعتاشون منه ما في اي حرفه ثانيه ما في اي شيء غير البحر كان ترتبط بها الغوص على اللولو والتجارة عن طريق البحر تنقل النقل البحري والأمور هذه فالأولين الله يرحمهم ذاقوا المر الله يغفر لهم لكن الجيل الحالي الحمد لله في رفاهية مكيفات راحة نعمة الأكل يجي لي عنده الحمد لله الأول وين عيون عيشتهم في الصيف في البحر وفي الشتاء في البر شقا الملح يسولفون الاولين الله يرحمهم على زمن الغوص ما في اللي شافوا الفطور والنعمه الحين يقولون الحمد لله على النعمه الاول فردتين تمر وفنيال قهوه ويلا مر لكن الحين اللي يقول لك ما ابغي ذي ابغي ذي ابغي ذي وين الحمد لله لازم انا في نظري مو بان يعيشونها يعني الحمد لله على النعمه اللي نعم فيها رب العالمين علينا والله يدومها ما راح يحسون نسبة 1% من الماضي اللي عاشوا أبانا وأجدادنا صعبة لأن ما عاشروا ولا حسوا وثاني شيء يعني معتمدين على الله وعلى والديهم الحين بأكلهم شربهم معيشتهم أمورهم كل حاجة ما سعى ما تعب ولو سعى بيتعب بيروح في وظيفة حكومية أو بيخلص دراسته وبيشتغل لكن ما ذاق المر اللي ذاقوا الأولين الله يرحمهم فأنا أتوقع مهرجانات مثل هذه وجودها فعلا تضيف لمسألة إن الطفل ولا اللي الحين حس برفاهية وعاش بجو النعيم والله الحمد والمنة الحمد لله بيحس فعلا إن ببالنا ما مروا على الأمور هذه بسهالة في إضافة حق المهرجان هاي نسوي مسابقة المينة اللي هي حق الشباب الصغار الناشئين سنة الحمد لله سنة أولى وسنة ثانية كنت أسألهم أقول لهم شو تحسون فيه ما يقدرون يردون ساكتين ليش يبقى قال تعب ما نبي بس بنقاوم وبنعيش مثل ما عاشوا اجدادنا عنده الاصرار لان كل مستحيل ما تحصل حد بهالقطر ما له عرق في البحر كل ما قال انا باصرار بكمل لان يداني كانوا هالبحر وبعيش نفس ما عاشوا بجرب فلجيت تسوي يقول لك صراحه يسكت ما يعرف شو يعبر هل يقارن بين النعمه الحين والشقى اللي عيشها ثلاث ايام في البحر فسبحان الله يعني تحس انهم صحيح صغر سنهم بس ذاقوا الثلاث ايام هذه ذاقوا فيها المر عرفوا قيمه الحياه درس الاول اي درس درس لهم قل ما في نوم على كيفه الاكل مش على كيفه صلاته في وقتها من يصبح لين يمسي وهو في البحر يلقط محار فمثل ما تقول حس بالقيمه واحد من الشباب الصغار يسالني يقول ايش كانوا يتريقون ايش كانوا يتغدون ايش يتعشون قول له جرب بتشوف قلت له تبغى جرب لا احنا طبعا ما نقدر نمسك عليهم كل حاجه لكن القصد انهم لا هو القصد سبحان الله يدور في باله يقول اذا احنا ناكل شيء هم ايش كانوا ياكلون صحيح كنت اقول له ما في غير فردتين تمر الصبح والعشاء ما في غدا بعد اللي يغوص ما يتعشى ما يتغدى العشاء عيش والمكسوم في شيء صاد او شيء ما في عيش عيش ابيض وسمن والسلام عليكم قال لي يصير قلت انت ما تاكل عيش وروح وروب قال لي قلت له الاول عيش وسمن الحمد لله رب العالمين خلنا نروح لابو جاسم وساعد ناخذه الموضوع جدا مهم فتح الخير انتقلت مثل ما قلت من قطر من الدوحه الى نعمان للهند وعودت بنفس الطريقه تكلمنا عن الرحله نفسها شلون كانت والله الرحله كانت يعني ممتعه مع انها الهواء يعني صادفنا لعبكم شوي لعبنا شوي ف يعني حتى اليزوة من سكين يعني كانوا متجاوبين معانا يعني ما قالوا تعبانين ولا ذي لا بالعكس يعني ما مقصرين معانا
والحمد لله كان يعني اللي الأهم من ذي ولاية صور استقبلونا استقبال يعني ما يوصف. بيض الله وجهك. أي والله. شلون كان الاستقبال؟ كلمنا عليك. والله استقبالهم شو أقول لك، ما أعرف أوصف لك كل شيء، ما خلوا شيء، ودونا رحلات، ودونا يعني صوب المتاحف والأشياء التراثية اللي عندهم، متاحف البحرية القديمة عند معهم اسمه الأخ شو اسمه سبيت كان مسوي متحف، بعد متحف بحري، وما شاء الله يعني مثل العمارة هاي لكن بعد أحسن شوي، يعني في المعدات كلها موجودة. خلني أنشدك من نقطة مهمة، المقارنة بين اللي يصير الحين والأول، البحر نفسه نعم، لكن مسألة النقاط الوقوف هذه سواء كانت في الهند ولا في عمان، طريقة الاستقبال من الأول هل هي نفسها وتجاوبها؟ لا طبعا، واللي شفناها في التقرير هل هي نفسها؟ لا طبعا، أول غير، أول كان فقر، يعني ما يعني استقبالهم شيخ يعني عادي، يعني مش نفس الحين استقبال بأشياء وايد. حنشوف استقبالكم الحين على الشاشة، يشوفونها الربع المشاهدين يشوفونها، مسألة استقبالكم أمس اللي هنا من جهة السيف، نعم والله انبهرنا فيها، ويعني أول مرة إحنا نشوف هاي، وأنت تستاهل والله، وما قصروا يعني بعد وزارة الداخلية بعد استاهل. أحيونا شوي معاهم. سم الله عدوك. بالنسبة حق الاستقبال قديما اللي يرجع من البحر، هل البر لما يستقبلونه يحسون فرحة، يعني هل البيت لما يجيهم مولود إن الله حفظهم وردهم من البحر، هاي نعمة يعني نحمد الله عليها. هل عرفها البحر اللي دش بحر ويرجع كأنه مولود من أول وجديد، فخمس شهور ست شهور بحر، ما في اتصالات بينك وبين جماعتك، بينك وبين أهلك ما في، فلما يرجعون يعني كأنهم أهل البلاد يستقبلونهم كأنهم مولودين توهم، مبشرين بهم إنهم وصلوا البر. سبحان الله. إيش ممكن الفعاليات اللي كانت موجودة سابقا؟ يعني ما نبغي نضخم بالموضوع مثل ما يصير الآن، لكن سؤالي في السابق الموارد بسيطة لكن الفرحة كبيرة. أكيد. ما هو مقارنة بين اللي الحين الموارد واجدة والفرحة بسيطة، لكن ما رحتوا مكان. في السابق شلون كانوا يعبرون عن هذه الفرحة بأن الشخص عود؟ يعني إيش ممكن تصل؟ إيش بيصير؟ إيش بيسوون؟ الفرحة على حسب إمكانياتهم، شيء بسيط استقبال على السيف وكلنا خذ عياله وروح البيت، لكن اللي بالخاطر كبير. اللي بالخاطر اكيد ما في شيء، يعني ما في اغلى من الدموع، يستقبلونهم بالدموع، غير هذه ما في شيء اغلى ما على الانسان دمعته، فهم كانوا يستقبلونهم بالدموع، غير هذه ما اقدر اوصف لك. يعني اللي سمعناه من الشيبان الله يرحمهم هاي الشيء الوحيد، حتى الشيبان نفسهم اللي استقبلوا حريمهم وعيالهم واهل بيتهم من الفرحه دموع فرح، يعني مو بدموع حزن ولا شيء، دموع فرح. هذا أكثر تعبير ممكن. هذا نسميه. أكبر تعبير يعني على إمكانياتهم وشيء نابض من الإحساس من القلب، مش مزيف ولا حاجة ولا شيء. أحب أضيف على الاستقبال اللي قاله أخوي أحمد، يعني مو بعارف شو أوصف لك مثل ما قال لك، بس أعطيك شيء بسيط. نشكر سلطنة عمان على الاستقبال وفي صور ومسقط والهند. لكن شيء واحد في صور، انك تصبح الصبح الصغير وكبير من اهل مدينه صور تحصل عند المحمل مرحب بك، والدلال تنزل عندك، والمطبقانيات ريوقك وغداك وعشاك، اكثر من هذا الشيء ما اقدر اقوله. طيب مشهورين بالحلوه مالتهم يعني هاي شيء ما تقدر. العاده عبد الرحمن اللي يدخل البحر ويبحر ويعود دقيق ضعيف، ايه انتوا عودتوا دقاق ولا هل عمان ما قصروا؟ لا هل عمان ما قصروا الصراحه. الله يعطيهم العافيه، بيض الله وجهك. هذا يدل على شيء، يدل على روح الاخاء فعلا بين دول الخليج والعلاقه اللي تربطنا كاشقاء. اكيد. لو تكلمنا احمد بن جاسم الكابي على مساله الاطفال الان واللي يشوفونه في التلفزيون، سواء كانت لقطات سابقه ولا اللي يسمعونه من اباننا وشيبانهم، على مساله البحر وعلاقه هل الخليج بالبحر وارتباطهم المباشر فيه، شو تتوقع انه يعني لهم؟ هل هذا ممكن يزرع فيهم مساله إن ترى النعمه اللي وصلنا لها انها نعمه كبيره؟ نعم نعم، احنا اللي وصلناها نعمه كبيره، لكن احنا نتمنى منهم ان يجربون الحياه هذه، هم يعني الجيل الحين الجديد، واحنا ان شاء الله احنا بعد وياهم نساعدهم كيف كانوا الاوليين ابهاتنا واجدادنا عايشين على هاي الشيء.
واحنا نتمنى ذلك من الجيل الجديد انه ما يترك التراث. اي هاي ما يتركه. موروث جدا مهم. نعم ما يتركه، اذا تركه خلاص اندثر. فنتمنى من الجيل الجديد انه يتمسك بهذا الشيء. صراحة. ان شاء الله انه بيتمسك دام اللي واحنا بنكون موجود. ان شاء الله موجودين معاهم بعد احنا بنفس الاولين مو بقاعدين لهم دوم. الله يطول عمرك. عمرك على الطاعه ان شاء الله وعلى خير. الله يسلمك. ابو عبد الرحمن ابغى ارجع لك في مساله جدا مهمه، موضوع وجود هالمهرجانات باستمرار، والاجانب نفسهم لو جاوا قطر اول ما يسالون عنه الموروث. صحيح. وش عند قطر الموروث؟ كلمني على السياح اللي يجون من برا مثلا، ايش النظره واول سؤال يطري عليهم ممكن يسالونك اياه عن مساله الاشياء هذه كلها؟ أول سؤال واجهته على ال5 سنوات وقبل ال5 سنوات واللي دائماً أواجهه من يجون المهرجان أو يتكلمون من ناحية الموروث، يقولون كيف قدرتوا تجمعون هذا التراث؟ شو الإمكانية اللي أنتوا عندكم أن تجمعون تراثكم وتحافظون عليه بهالحجم الكبير؟ طبعاً جوابه هو التمسك فيه، كل ما تمسكت بشيء كل ما حافظت فيه، وكل ما جمعته وحافظت عليه كل ما كان عندك. وأحصل أسئلة كثيرة منهم اللي خارج الدولة من يسمعون على المهرجان جبت الأسئلة التاريخ والفترة الزمنية، هل هم يقدرون يجون أم لا؟ يعني من دول أوروبية، من دول شقيقة، من جميع الدول، يعني ما يغارب الإيميلات اللي حصلها من الدول اللي برا مو بأقل من 30 إيميل. الموعد جميل، متى راح ينطلق، متى، إيش الفعاليات اللي فيه، إيش اللي فيه. ومن يجون هني السؤال هو الوحيد اللي تكرر عيد نفسه، كيف قدرتوا تجمعون هالموروث كامل وتحافظون عليه؟ بيض الله وجيهكم. الله يعطيكم العافيه. سعيد بن عبد الرحمن الكواري، مسؤول العمليات في مهرجان المحامل، ختاما نبغي منك كلمه توجهها لكل مشاهد عبر قناه الريان. كلمه والله شو اقول، الله يعطيكم العافيه، والله الله في عيالكم، زورونا ابهم هني وخلوهم يتعرفون، وقد ما تقدرون على الاقل لو مو بيمسكون موروث كامل لو 50% منه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك. أحمد بن جاسم الكابي مساعد النوخب مجدمي وموجه يزوه بيض الله وجهه. ختاما وش ودك تقول لمشاهدين قناة الريان؟ والله أنا نقول لهم المشاهدين إن شاء الله يشاركونا في هاي التراث، ونتمنى منهم إن شاء الله يدشون أكثر من اللي دشوا هالمرة يعني. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الناس ويوه جديده نبي باذن الله. شجعون يعني. بيض الله وجيهك. أيه. الله يعطيكم الف عافيه واشكركم على هذا اللقاء الجميل. الله انا فعلا استمتعت معك. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذه التغطيه المباشره من الحي الثقافي بكتارة لتغطيه مهرجان المحامل التقليديه 5 والذي حمل شعار ايام ما كنا بالابحار نعتاش. هذا كل ما عندي بالحي الثقافي بكتارة. اخواني في الاستديو الكلمه عندكم. شكرا يا محمد، وشكرا لضيوفك الكرام. نذكر مشاهدينا الكرام بان مهرجان المحامل التقليدية 5 يستمر إلى يوم السبت، اللي ما راح الليلة عنده القابلة وبكرة وعنده اللي بعدها، المهم المهرجان مستمر إن شاء الله إلى يوم السبت. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وعقب الفاصل بنتعرف على مشاريع صحية خاصة بالعمال بإشراف المكتب الهندسي الخاص. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. تتواصل أعمال بناء وتشييد العديد من المشاريع في الدولة، ولعل واحدة من بين أهم هذه المشاريع التي يقوم بها المكتب الهندسي الخاص ويقوم كذلك بتنفيذها هي المشاريع الصحية المخصصة للعمال، والتي تأتي كجزء من اهتمام دولة قطر بالعمالة الوافدة فيها. نعم حمد، وطبعا معنا اليوم في الاستديو المهندس فيصل عبد الله نايف الدوسري، رئيس قسم المشاريع في المكتب الهندسي الخاص. الحديث أكثر عن هذه المشاريع راح نتعرف وياه بإذن الله تعالى. مرحبا ومسهلا فيك، حياك الله في استديو ترحيب. والبق الله يسلمك. إن شاء الله فيصل، احنا بنبدأ معك حوارنا، ولكن مجهزين يعني تقرير بسيط عن يعني تقرير بسيط معدينا لك، إن شاء الله راح نشوفه معك ونرجع نبدا الحوار باذن الله تعالى. اذا اعزائي المشاهدين، نطلع معكم ونشوف هذا التقرير اللي عدوه فريق البرنامج عن المشاريع الصحيه اللي يشرف عليها المكتب الهندسي الخاص.
بخطى واثقة وبإنجازات تسابق الزمن، تتواصل عمليات إنشاء العديد من المشاريع الصحية التي يشرف عليها المكتب الهندسي الخاص، وذلك تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ومن أهم هذه المشاريع مشروع مستشفى العمال بالمنطقة الصناعية بالدوحة، والذي يضم عدة أجنحة ووحدات تتضمن العيادات الخارجية وخدمات الإسعاف والعمليات والأشعة، بالإضافة إلى المختبرات وكافة الخدمات المساعدة. كما يضم المشروع أيضاً مركزاً صحياً مستقلاً للعمال ومسجداً مخصصاً لمراجعي المستشفى. يتميز المشروع بتصاميمه المعمارية الفريدة وفق أعلى المعايير العالمية، كما يعكف المكتب الهندسي الخاص أيضاً على إنشاء مستشفى خاص للعمال في مدينة راس لفان الصناعية، ويضم العديد من التخصصات الطبية، منها قسم للأشعة وقسم للمختبر، إضافة إلى الطوارئ ومركز صحي وغيرها من الخدمات الطبية التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي وضعها المجلس الأعلى للصحة. وتتواصل عمليات الإنشاء على قدم وساق في مشروع مركز الحمال الصحي بإشراف المكتب الهندسي الخاص، ويشتمل على قسم للاستعلامات والتسجيل وقسم لتصنيف الرعاية الأولية والتشخيص والصيدلة، فضلاً عن قسم للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى جناح للرعاية الصحية والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومعمل الأحياء المجهرية، إلى جانب عيادات للطوارئ ومصلى يخدم مراجعي المركز. وفي نفس الإطار يقوم المكتب الهندسي الخاص بإنشاء مستشفى في مسيعيد، إذ يعتبر الأول من نوعه في الدولة، حيث يقدم العديد من الخدمات الطبية لمدينة مسيعيد والمناطق المجاورة لها. وتأتي هذه المشاريع الصحية ضمن خطة الدولة لإنشاء شبكة مستشفيات ومراكز صحية متكاملة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للعمالة الوافدة، ومن المتوقع الانتهاء منها جميعاً في الربع الأول من عام 2016 وتسليمها للجهة المعنية قبل موعدها المحدد سلفاً. شفنا مشاهدينا الكرام هذه المشاريع الصحية التي يقوم بالإشراف عليها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص. نذكركم مشاهدينا بأن معنا في الاستوديو المهندس فيصل بن عبد الله بن نايف الدوسري، رئيس قسم المشاريع في المكتب الهندسي الخاص. فيصل، في البداية بيض الله وجهكم، وما قصرتوا وجهود جبارة يبذلها المكتب الهندسي الخاص في بناء هذه الدولة، لكن نبغي نسلط الضوء على هذه المشاريع الجديدة، هي عبارة عن ثلاث مستشفيات ومركز صحي. صحيح. نبغي تفاصيلها أبو عبد الله. بداية نشكركم على الاستضافة، وما قصرتوا. بخصوص المشاريع، مثل ما شفتوا المكتب الهندسي الخاص الحين يشرف على تنفيذ مستشفيات العمال أو مشاريع تخدم القطاع الصحي الخاص بالعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وعلى رأس المجلس الأعلى للصحة. وهي ثلاث مستشفيات للعمال في المنطقة الصناعية، منطقة مسيعيد الصناعية ومنطقة راس لفان الصناعية، بالإضافة إلى مركز الحميلة الصحي، هو مركز منفصل عن المستشفيات. وش تسوي هالمستشفيات أو دورها؟ يعني هل هي قبلها وكنا نسولف وقلت أنت هاي ممكن تقوم بدور حتى القمصيون الطبي، فيها مختبرات، فيها غرف، فيها كل شيء. هو الله يسلمك، أعطيك نبذة عن المستشفى كمستشفى. هو مستشفى متكامل سواء من ناحية الأجهزة الطبية والمعدات، وراح يستوعب 120 سرير، وقابل للتوسعة في المستقبل إلى 200 سرير. هذا اللي هو المستشفيات. المستشفيات.
واهم ما تميز فيها المستشفيات كمستشفى نعم. اللي هي وحده الطوارئ والعنايه المركزه بالاضافه الى ما تفضلت غرفه العمليات والمختبرات والاجهزه الطبيه بالاضافه الى مهبط للاسعاف الطائر وايضا المستشفى يحتوي على مركز صحي مستقل عن المستشفى اللي راح يخفف الضغط يكون دوره صحيح يكون دوره استقبال العلاجات اليوميه والمراجعات اليوميه في العيادات الخارجيه وايضا الكوميسيون الطبي نفس ما تفضلت اللي راح يستوعب اكثر من 500 مراجع يوميا بالاضافه الى المسجد اللي راح يخدم المشروع. الله يجزاكم خير هذا اهم شيء. صحيح فيصل انا ودي اسالك يعني بالنسبه للمستشفى مستشفى العمال اللي بالمنطقه الصناعيه يعني كلمني عن هذا المستشفى وين وصل المشروع وكم مده التنفيذ والمده المتوقعه للتشغيل لهذا المستشفى. هو المشروع الحين في المراحل الاخيره للانجاز والمتوقع ان شاء الله في الربع الاول من السنه القادمه ان شاء الله نسلمه للجهه المستفيده اللي هي المجلس الاعلى للصحه بالتنسيق معهم على اساس يقومون بدورهم بتشغيل واستقبال المرضى. مثل ما تفضلت المسجد راح يخدم تقريبا المشروع طاقته فوق ال 400 مصلي. ممتاز. طبعا بيخدم المشروع والناس اللي حوالين المشروع بالذات فئه صحيح. العمال في ذيك المنطقه يعني بزياده صحيح فالله يجزاكم خير عليه وهذا اهم شيء. نبغى نعرف المكونات يعني والاماكن الرئيسيه اللي بتكون في المستشفى الرئيسي للعمال. المستشفى الرئيسي كمبنى مثل ما تفضلت راح يحتوي على الاسره اللي هي 120 سرير الغرف المواصفات الاقامه بأعلى المواصفات والمقاييس العالمية يعني تم التنسيق مع وزارة مع الأخوة في المجلس الأعلى للصحة على أساس تطبيق أعلى المعايير اللي راح تواكب المستقبل. الله يجزاكم خير. الله التوسع اللي ممكن يصير أيضا مأخوذ بعين الاعتبار. مأخوذ بعين الاعتبار من ناحية البنية التحتية للمستشفى أنه قبل التوسع. ممتاز ممتاز. طيب فيصل أنا ودي أسألك الحين بالنسبة للمركز الصحي أو المركز الصحي مركز الحميلة وين وصل هذا المشروع وشن هي الوحدات والأقسام اللي يتضمنها هذا بخصوص المشروع؟ الله يسلمك مركز الحميلة ولله الحمد تم الانتهاء منه قبل شهرين الحمد لله تسليمه للأخوة في المجلس الأعلى للصحة ممثلة بالهلال الأحمر القطري وإن شاء الله هو يعني خلال فترة قصيرة راح يشغل من قبلهم. هو مركز صحي متكامل من ناحية الطوارئ وحدة الطوارئ وغرف العلاج والعيادات صحيح مثل ما احنا شايفين العيادات صحيح. الطبيه هذا جاهز يا ابو عبد الله هو جاهز نعم تسلمهم صحيح فيصل نتذكر يعني وين موقع هذا المركز هو بالقرب من الصناعيه القديمه بالقرب من الصناعيه نعم نعم اذا هو هناك فعلا المنطقه الصناعيه لان تحتوي على شركات وتشغيل ومصانع وعدد عمال ضخم فتخدم هذه المنطقه وتخفف ايضا العبء على المستشفيات الداخليه للدوله صحيح يعني. مثل ما تفضلت انت في البدايه يعني تم تحديد موقع المستشفيات بناء على الكثافة والاحتياجات صحيح. تم وضعها في المناطق الصناعية للبلد سواء في مدينة الدوحة في المنطقة الصناعية أو مسعيد أو رأس لفة. ممتاز الله يجزاكم خير. هذا بما يخص المستشفيات بالنسبة للمركز الصحي بيكون في وين بالضبط ولو انت تطرق لها أكثر احنا عطينا المستشفيات حق الحين باقي المركز الصحي هو الله يسلمك الصحي. كل مستشفى الحميلة يعتبر هو المركز الصحي الحميلة هو المركز الصحي هو المركز المنفصل نعم. راح بالي انا قومني اسمه وقومني المواصفات اللي فيه قلت مستشفى لا مركز صحي هو صحيح مركز صحي يعني. على اذا هو كان مركز صحي كذا معناته المستشفيات اللهم لك الحمد صحيح نعم. كل مستشفى راح يكون فيه مبنى صحي منفصل نفس مركز الحميلة نعم ابو عبد الله انت قلت ان في ثلاث اماكن رئيسيه راح تكون فيها المستشفيات موزعه في مسيعيد وايضا في المنطقه الصناعيه وايضا في راس لفان صحيح. فلو نتطرق عن راس لفان لان هذا المكان يمكن فيه طاقه بشريه ويعني لواجد يعني كثافه عماليه صحيح نعم وكثافه عماليه ايضا وفي بعد من هالقطر هناك متواجدين بحكم وظيفتهم اللي يشغلونها في هذه الاماكن واحد منهم خالد نعم في يوم من الايام إذا فكلمني شوي عن هذا المكان وعن هذا المستشفى اللي يقام هناك ومتى راح يتم تسليمه للجهة المعنية إن شاء الله بخصوص مستشفى راس لفان أم سعيد فمن ناحية المواصفات والمكونات والطاقة الاستيعابية راح يكونون نفس مستشفى العمال في الصناعية وإن شاء الله من المتوقع تسليم المشروع في الربع الثالث من العام القادم ممتاز إن شاء الله يجزاكم خير إن شاء الله أبو عبد الله سؤالنا الأخير يعني بالنسبة للمعايير اللي أنتم تخضعون لها أو تنفذونها في المكتب الهندسي الخاص في بناء أي مشروع صحي يتم التنسيق بينكم وبين الهيئة العامة للصحة على أساس تنفيذ المجلس الأعلى للصحة على أساس تنفيذ هذا المشروع
هل تعتمدون على هالشيء ولا لا انتم عندكم معايير خاصه تعتمدون عليها؟ هو التنسيق لابد منه من الجهات المعنيه في الدوله، كلهم في اختصاصه. طبعا اي كلهم في اختصاص، سواء كان صحه او تعليم او يعني دائما عندكم انتم. صحيح، يعني دائما عندنا معايير وعندنا ستاندرز عاليه، والمجلس الاعلى كذلك بما يخص المعدات والاجهزه الطبيه، ف يعني وضعوا افضل واطور الاجهزه الطبيه في المشروع. ممتاز، وان شاء الله يعني المشاريع اللي مثل هذه هي جزء من رؤيه قطر 2030 اللي يزف. راح تضع الدوله في مصاف الدول المتقدمه في صحيح. مجال الرعايه الصحيه. ممتاز، ان شاء الله وان شاء الله انها تحقق الهدف منها، وهي خلق بيئه معيشيه صالحه سواء لاهل البلد او للي جايين يتعنون سواء للشغل او للسياحه. بالذات نذكر كلمه صحيح. سمو الامير الله يحفظه الشيخ تيميه قال الدوله تعتمد على اربع ركائز مهمه: الصحه والتعليم والناس اللي هو الموارد البشريه، والتنميه المستدامه. فهذه كلها اربع صحيح وكلها ركائز اساسيه، وانتم بيض الله وجهكم توفرون حتى الصحه، توفرون التعليم وعلى اعلى مستوى في بيض الله وجهكم. لا يستغرب عليكم. ايضا يعني ابو عبد الله من ناحيه ايضا طبيه، يمكن حتى هذه المستشفيات تكون مهيئه وطاقمها الطبي ايضا مهيئ لاستقبال مثل هذه الحالات والاصابات اللي تنجم عن اقامه بعض الاعمال والامراض اللي قد تكون ايضا يعني مصاحبة لمثل هذه الفئة العمالية للإصابة لا قدر الله. صحيح، مثل إصابات المواقع والإصابات اللي تنتج عن بالضبط، فيكونوا مهيئين ومدربين يعني ذوي اختصاص، ويكونوا مهيئين وملمين بالمكان. ففكرة سديدة، وإن شاء الله تأتي حذوها بإذن الله تعالى، وإحنا نتمنى لكم المزيد من التوفيق بإذن الله تعالى. الله يتوفيك. الله يوفقكم إن شاء الله. مهندس فيصل عبد الله نايف الدوسي، رئيس قسم المشاريع في المكتب الهندسي الخاص، شكرا لوجودك معنا في استوديو ترحيب، على لفت الانتباه او يعني لفت النظر الى هذه المشاريع الصحيه التي تقومون فيها تجاه العمال. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم على الاستضافه مره ثانيه. بالتوفيق يا عبد الله. سلمنا على الربع كلهم. الله يطول عمرك. بالتوفيق ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معكم ولكن في سياق اخر، حيث دشن سعاده السيد راشد بن خليفه الخليفه مساعد وزير الخارجيه لشؤون الخدمات والمتابعه مشروع المواقع الالكترونيه للبعثات الدبلوماسيه الالكترونيه في الخارج. ويعتبر المشروع خطوه اضافيه في تفعيل التواصل الرقمي لبعثات قطر الدبلوماسيه في الخارج، وذلك من أجل تعزيز التقارب والتواصل مع الآخرين ورعاية مصالح المواطنين في الخارج. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. سعياً منها لتوحيد هوية جميع المواقع الإلكترونية لسفارات دولة قطر، دشنت وزارة الخارجية أولى المواقع الإلكترونية للسفارات، وهو موقع سفارة لندن، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة. المشروع بشكل عام مبني على بنية تحتية موحدة مركزية تكون تحت مسؤولية وزارة الخارجية من ناحية الأمنية ومن ناحية المعلومات. من أكبر المشاكل اللي كنا نواجهها أن تكون المعلومة في بعض الأحيان غير دقيقة أو غير محددة. مع هالمشروع نتمنى إن شاء الله أن نكون حلينا نحل هالمشكلة، أنه بيكون في رقابة وبيكون تحديث مستمر على كل المعلومات. ويحتوي الموقع الإلكتروني قسمين رئيسيين هما الإخباري والخدمي، ومن المقرر أن يشمل مشروع المواقع الإلكترونية للبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج جميع سفارات الدولة والتي تتجاوز 100 سفارة. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ونواصل بعده ما تبقى من برنامج ترحيب، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. انطلقت في برشلونة أمس معرض IBTM المتخصص في سياحة الأعمال والمؤتمرات، حيث أطلقت الهيئة العامة للسياحة النسخة الاقتصادية من العلامة التجارية الجديدة، وذلك للترويج لقطر كوجهة سياحية لسياحة الأعمال.
جهات متنوعة تشارك في معرض السياحة العالمي الذي يمثل فرصة سياحية للترويج السياحي بصفة عامة وفرصة لسياحة المعارض والمؤتمرات بصفة خاصة. نهني الهيئة العامة لتدشين اللوجو البيزنس إيفنتس، وهذا شيء يعني شعار الجديد للهيئة، وهذا شيء يعني مهم جدا، وأنا سعيد بهذا الشيء لأنها سوف ننطلق منها. أنا أشبهها كالشمسية التي لها أفرع وتفايح، تخلق منها كذا فكرة وكذا جانب، سواء كان على مستوى السياحة، على مستوى اليخوت، على مستوى رجال الأعمال. المعرض هذا يعد أحد أهم المعارض في العالم والأوسع انتشار من حيث معارض المؤتمرات والمعارض بحد ذاتها. مشاركتنا اليوم تأتي استكمال مشاركات سابقة من 4 إلى 5 سنوات سابقة. السنة هذه مختلف بشكل، مشاركتنا مختلفة بشكل كبير، استكمال لتدشين البراند هيئة السياحة وبراند قطر اللي في المعرض سوق السفر العالمي من 3 أسابيع. هذا استكمال للبراند الفرعي، وبما يعني ومعني بشكل كبير بفعاليات الأعمال. طبعا عدد الهدف من المشاركة استقطاب فعاليات جديدة، مشاركات جديدة من دول العالم أو من المشاركين لدولة قطر، بما ينعش سياحة الأعمال بشكل رئيسي. نهنئ قطر والقيادة القطرية على فعاليات الأعمال ماركة الجديدة، وهذا ليس غريب على قطر أميرا وحكومة وشعبا. حقيقة هذا يجسد الإنسان القطري المتحفز وصانع الحدث، سواء على المستوى السياحي أو على المستوى الاقتصادي والاستثماري. فهذه القفزات صنعها الإنسان القطري، وهذا ليس بغريب على قطر وعلى أمير قطر وشعب قطر وحكومة قطر. سياحة المؤتمرات واحدة من الأهداف الاستراتيجية لزيادة عدد الزوار والسائحين القادمين إلى الدوحة، وإطلاق علامة تجارية جديدة لسياحة الأعمال. أبرز ما جاء في اليوم الأول على النعمة من مركز المؤتمرات فييرا في برشلونة. ترحيب. وكانت أيضا أعزائي المشاهدين الهيئة العامة للسياحة قد دشنت العلامة التجارية الجديدة واللي حملت شعار قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية. طبعا هذا كان من خلال مشاركتها في النسخة 36 عفوا لمعرض سوق السفر العالمي بداية هذا الشهر في العاصمة البريطانية لندن. يبغي لك أنت تسافر يا خالد. لا والله أني مريض. يبغي لك تسافر. أجر وعافية إن شاء الله. ما عليك. الله يعافيك. كل خير إن شاء الله. مشاهدينا، اختتم في منتجع سيلين واحد من أبرز التحديات الجماعية والتي كانت على مستوى قطر. تهدف هذه المناسبة إلى التوعية بالسكري. نتعرف على هذا التحدي وتفاصيله في هذا التقرير. على مدى يومين أقيم داخل منتجع سيلين تحدي ميرسي قطر للبترول وقطر للبترول، والذي يهدف إلى التوعية بالسكري وجمع التبرعات لمكافحته. التحدي شهد مشاركة واسعة، وذلك من خلال 30 فريقا مثلوا مجموعة من أبرز مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة. السنة الرابعة تقريبا للتحدي هذا الصحراوي، وهدف منه أول شيء إنه والله المشاركين يعني يتبعون نمط حياة صحي من خلال يعني الرياضة اللي قاعد يمارسونها في خلال هاليومين، وأيضا المبالغ المادية اللي بتكون من هالتحدي بتصير بتتجه يعني الجهود مكافحة السكري، سواء الجمعية للتغذية السكري أو الجهات أخرى. التحدي فيه وايد معلومات عن السكري، شلون تقيم يعني أهمية الوقاية منه، شلون تقدر يعني تتحكم فيه مثلا إذا كنت مريض سكر.
منافسات عديدة جرت على مدار 48 ساعة هي مدة التحدي، اختبرت خلالها قدرات المشاركين من مهارات وضع الاستراتيجيات وكيفية اتخاذ القرار والعمل ضمن فريق، فضلاً عن ممارسة الأنشطة البدنية والذهنية، وتعكس كل مرحلة من مراحل التحدي الخمس نمط حياة محدد له علاقة بالسكري. يذكر أن ريع الاشتراك في هذه الفعاليات مخصص للجمعية القطرية للسكري من خلال برنامج لنعمل ضد السكري، وذلك من أجل تمويل مخيم البواسل 15 للأطفال المصابين بالسكري. ننتقل وياكم الآن أعزائي المشاهدين إلى سوق واقف، حيث يتواجد الآن نديب قناة الريان غانم العلي، وبيطلعنا أكثر على أجواء السوق. يعطيك العافية غانم، والكلمة عندك. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير. أرحب فيكم من سوق واقف، صاحب المكانة العزيزة على قلوب كل قطري وكل مواطن قطري، وأيضا كل واحد يقيم على أرض قطر الحبيبة. سوق واقف يعني لنا الكثير، يعني لنا جميعا الكثير، يعني لكل من يعيش في سوق أو لكل من يعيش في دولة قطر طبعا له ذكريات يعيشها أيضا في سوق واقف. ما بطول عليكم مشاهدينا، خلونا نلتقي بضيفنا اللي راح يحدثني أيضا عن حياته في سوق واقف، أو نقدر نقول ذكرياته القديمة والحديثة أيضا في سوق واقف. مساك الله بالخير، وأرحب بك أيضا على شاشة قناة الريان. الله يسلمك، مشكور أخوي غانم، الله يعطيك العافية، وأخوك محمد اليافعي من أحد رواد اللي دوم في سوق واقف الحمد لله في الفترة الحالية. مثل ما تشوف عندك عدد مواطنين كبير، وعندك السياح صراحة من دول مختلفة. أنا جاي ومعي سياح من أسبانيا أول مرة يزورون قطر، ما شاء الله جينا أمس آخر الليل، واليوم أجبروني اللي يزورون في وقت مبكر، قالوا لي نبي نكون موجودين في وقت بدري نشوف المكان ونشوف الناس. فبصراحة مع الأجواء الحلوة أنصح الناس أكيد يزورون سوق واقف. بما أن ذكرت لي نقطة الأجانب السياح اللي موجودين في سوق واقف، ولك خبرة طبعا في هالشيء، شنو الشيء اللي يعجبهم في سوق واقف؟ في أشياء كثيرة تميز سوق واقف، أنا حاب بصراحة أن أنا أتعرف وأيضا المشاهدين يتعرفون على النقطة اللي تعجبهم في سوق واقف. نعم طبعا سوق واقف لها طابع، تعرف ان كل دول العالم فيها طبعا ابراج وفيها اماكن متطوره، الناس تحب دائما تروح اي بلد ياخذ شيء ملموس من البلد، يحس انه هو فعلا يعني ماخذ طابع تذكاري من البلد نفسه. ففي قطر عندك سوق واقف والمنتجات الموجوده في سوق واقف، المحلات التراثيه، البساطه، عندك اماكن مفتوحه، انت تعرف لما يتعدل الجو الناس تحب، يعني وانا شخصيا احب اماكن مفتوحه اكثر من اماكن مثلا مولات. المولات موجوده في كل مكان في العالم، لكن السوق واقف صعب تلقى نفسه في أي دولة سواء خليجية أو دولة عربية أو حتى دولة عالمية. نعم فهذا هو الميزة الرئيسية في سوق واقف. حاب أنتقل معاك لنقطة أنا ذكرتها في بداية الفقرة، نقطة الذكريات القديمة في سوق واقف. شنو ذكرياتك في سوق واقف؟ نعم سوق واقف طبعا يوم كنا شباب، أو كنا قبل ما نكون شباب، لا يوم كنا شباب، يوم كنا يعني شباب صغار، عرفت شلون؟ كان سوق واقف مثلا اي مع الوالد ياخذ اغراض للبيت، عرفت شلون؟ يعني كان الموضوع جدا بسيط، كان هناك ما في تنظيم، الدوله تكرمت ونظمت المكان، وكان بالاول مقصد للمواطنين اكثر من المقيمين او حتى السياح، بس تاخذ الاغراض اللي تبيها وتروح. فعلا في اشياء الحين في الوقت الحالي مع التعديلات اللي دخلت فيها الحكومه خذت بعض الطابع التنظيمي، لكن بقى الموروث القطري الشعبي موجود عندنا. يعني لو تشوف المحلات عندك كلها اللوحات، سواء عندك مثلا الشباب موجودين في الشرطة بارك الله فيهم، كلهم يعني ملتزمين بالعادات والتقاليد كاملة بالموروث الشعبي القطري. فهذه بصراحة يعني شيء يعني نقطة إيجابية الحكومة توجهت لها، بعكس باقي الدول توجهت للتطور، ما تطور احنا مشينا مع التطور بس ما نسينا تراثنا القديم. بالنسبة للتطور حاب اني اتكلم معك عن التطور اللي صار في سوق واقف، اخر تطور تقريبا اللي هو تطور المواقف، مثل ما انت شفت المواقف يعني توسعت، فايش رايك انت في هذا التطور؟ نعم طبعا مثل ما تعرف وباقي الاخوان والاخوات يعرفون ان سوق واقف صار مقصد سياحي رئيسي. كانت عندنا مشكلة في موضوع المواقف، الناس حابة تسوق واقف بس يقول لك والله انا ودي اي بس مشكلة زحمة.
انا اخاف اني انا اروح واقعد بالساعه ادور لي موقف. الحين طبعا صار في مواقف متعدده، الطوابق موجوده جاهزه للكل ومكيفه، وفيها بعد في فتره الصيف بعد في سيارات توصل معك حتى في المسافات البعيده، فصار الموضوع طبعا اكيد ابسط. الله يعطيك العافيه وبيض الله وجهك، ما قصرت. بيض الله وجهك ان شاء الله، واتمنى لك ان شاء الله الخير وقناه الريان قناه الجميع التوفيق ان شاء الله. الله يسلمك يعطيك العافيه ما قصرت. مشاهدينا هذا اللي موجود عندي من سوق واقف، خلونا ننتقل مره اخرى لاخواني في استديو ترحيب كل ما عندكم. شكرا يا غانم وشكرا لضيفك الكريم. ننتقل الى الثقافه، حيث نظمت اللجنه الثقافيه في نادي الغرافه دوره خاصه عن مهارات التحدث مع الجمهور موجهه للشباب، وذلك في اطار فعالياتها الثقافيه والاجتماعيه. صناعة التأثير ونشر الأفكار وإقناع الآخرين لا يتم إلا من خلال إتقان فن التحدث. من هنا ارتأت اللجنة الثقافية في نادي الغرافة تنظيم دورة خاصة عن مهارات التحدث مع الجمهور، مخصصة للشباب بين 15 و29 سنة. الهدف المحاضرة هذه محاضرة إلقاء الشباب، إلقاء الخطبة، إلقاء يعني بشكل عام يفيده في حياته. طبعا جيل جديد، جيل لازم يتعلم على إلقاء الخطبة، إلقاء المحاضرات، إلقاء الأمور هذه الحياتية صارت الحين مهمة في حياة أي واحد، في كطالب، كموظف، كرياضي، حتى يفيد الرياضي في التحدث مع زملائه، مع أخوانه. بالعكس هذه محاضرة قيمة، ممكن احنا نستفيد منها بعد أكثر منهم. احنا التحدث أمام الجمهور بحد ذاته يعتبر عقبة أو مشكلة أمام الكثير من الطلاب وحتى الشباب، حتى بالكبار السن سواء كانوا رجال أو نساء، حتى طلبة الجامعة، حتى طلبة المدارس نواجهها احنا في مجتمعنا. فمن هذا المنطلق والتعاون مع نادي الغرافة مشكورة ممثلة في نادي الثقافية، قرروا أن يتم عمل ورشة مركزة تهدف على علاج هذه المشكلة وتكون موجهة لفئة الشباب من 15 إلى 29 سنة. فنحن نحاول أن نصل لهم عنصرين أساسيين. العنصر الأول كيف يتحدث بثقة، كيف يتكلم بثقة وبدون توتر، وكيف لو صدرت عليه أي علامات التوتر كيف أنه يستطيع أنه يتغلب عليها. العنصر الثاني راح نتكلم فيه إن شاء الله تعالى عن الإلقاء الصوتي والإلقاء الجسدي، وكيف يستطيع الشخص أن يوظف الصوت ويوظف مهارة لغة الجسد في توصيل الرسالة وتأكيدها وتكون معه ولا تكون عليه. تنمية مهارات الشباب هي واحدة من أبرز أهداف نادي الغرافة من خلال الأنشطة المتنوعة التي ينظمها، وتأتي هذه الدورة لتمكين الشباب من مهارة الإلقاء والتحدث أمام الجمهور، لأن التمكن منها هو إتقان لفن التأثير، وبالتالي تأتي لتفعيل دور الشباب في المجتمع. مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم حلقتنا الليلة في برنامج ترحيب، نذكركم بصلاة الاستسقاء التي ستقام بإذن الله تعالى غدا الساعة 6:06 الصبح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القيث ولا يجعلنا من القانطين. اللهم أمين يا حمد. وذلك أعزائي المشاهدين، كن وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل البرنامج من خلال المتابعة والمشاركة عن طريق تويتر هاشتاغ برنامج ترحيب، أو عبر إنستغرام الريان تي في. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وفي أمان الله. في أمان الله. We'll be right back.